إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله جينا لحديقة الحيوانات متواجدة بمدينة الرباط. بإذن الله نضربوا دور هنا ونشوفوا أنواع ديال الحيوانات والطيور اللي كاينين هنا، وتفرجوا معنا تنتوما وتشاهدوا معنا. المهم ندخلوا نضربوا دويرة وناخذوا لكم لقطات إن شاء الله من هنا ونتولعوا كاملين. خليكم معاه. هذا هو الباركينغ ديال الحديقة. نحطينا طنوبيل وندخلوا داك الطريق ليه ان شاء الله، ونصوروا لكم فيديوهات ديال الحيوانات اللي متواجدة هنا. هنا راه خدينا البيي ديالنا، الثمن 70 درهم، وعطونا معاه هنا هاد الخريطة ديال الحديقة باش نعرفوا التراجي ديالنا ومنين ندوزو. هنا الدخلة كما كتشوفوا هي هادي، هاي الدخلة ديال الحديقة. شوف هاد الأسد هنا، تمثال الناس كيتصورو معاه. غنتصور مع الأسد تمثال. أنا هنا راه بدلت التذكيرة، من بعد ما سولت أنا لقيت هاديك التذكيرة ما داخلاش فيها رواق ديال الزواحف. هاد التذكيرة هادي كتزيد 20 درهم، وكتكتشف الحديقة كاملة. الدخلة هي هادي، وندخلو إن شاء الله ونشوفو الحديقة كومبلي. هنايا كتلقى واحد الجريدة صغيرة مع الدخلة. هذه هي الدخلة. هنا نعطيو البي ديالنا باش ندخلو دابا للحديقة. وهنا كتبدا دابا الحديقة. هنا ندوزو لهاد البلاصة على اليمن اللي متواجدين بها القرادة ديال الأطلس. ندخلو نكتشفو هاد المنطقة السافانا الإفريقية، مناطق القاحلة. هذا أبو عدس. عند غزال طورتاس. ومن هاد الغزالات دول ماها تقي سطر من بلاصتك. وش هي هاي؟ دول فين او تاع لابس الصحراء.
أنا الأسد، أسد الأبيض. هذا الماء هو هنا. هو شو من دروش؟ من فوق فوق. شوف هذا الرواق، هي السافانا الإفريقية. هو واحد القرن الأبيض، سبحان الله ضخم. الحمار الوحشي، الزيبرا. مالي هيون دي الأطلس. Tu veux pas, je vais prendre un ticket pour vous deux. Non, ça va. Ah, c'est dans une heure. C'est dans trois quarts d'heure. Ouais, c'est bon. Non ouais, ouais. Mais très pressionné la petite. Hein. Allez, on a le fil effaré. Maman.
سبحان الله العظيم قريب بزاف. انا ربي العظيم اول شيء رانا وهذا اللاك هذا الصراحة من أحسن اللايس اللي عجبوني وسط الحديقة كما تشوفوا فيه أنواع متنوعة ديال البط يعني كاع أنواع البط ممكن تشوفها هنا متعايشة بجموعين وسط البحيرة اللهم بارك على ما نعمل هنا سبحان الله العظيم شوفوا الشمبانزي هاي
هنا طائر أبو منجل من الطيور المهددة بالانقراض، أعداد ديالها ولاو قليل بزاف في الطبيعة. الحمد لله هنا راه بانوا لي في الحديقة أعدادهم كتير وبزاف اللي باني العش ديالو. هنا الطاووس الأبيض، هاد اللوحة هادي كيعطيوك معلومات على أنواع السنوريات، وهذا نوع منها واللي كيتسمى القط الأنمر، يشبه الفهد. والحيوانات يعني اللي جات الحديقة استقرت بها. أنواع الحشرات وهنا هاد الطائر معروف بالجمال ديالو، طائر فلامينغو. عندك دي اسمه بابا هاجي مش هاجي صاحي مش هاجي كي عند حدانا انا اول مرة نشوف الشكل ديال الخفاش عنقر، راه سبحان الله العظيم راه واحد المنظر غريب سبحان الله العظيم. هذا بابا السنغالي، you
دابا بغا القرموزي. هذا المولينا طائر الامازون حدا هنا الجاوة. هذا الغابوني هذا الفيزون ندى بس إن كان رواق الزواحف هذا تنجي يا خويا والله تنجي لا حبيب لا دابا دخلنا رواق الزواحف وهنا ما كاين صلح في هادشي
وهذه كانت آخر بلاصة اللي شفناها في الحديقة. الصراحة كانت تجربة زوانة بزاف، كيما يتشاف حديقة في المستوى العالي، والناس اللي خدامين فيها الله يعطيكم الصحة، والسلام عليكم ورحمة الله.